أن أكون محترما لا يعني أبدا أن أتركك تتجاوز حدودك معي، وأن أكون متساهلا لا يعني أبدا أن أتركك تستهزئ بي أو تنتقص مني ومن حياتي وشخصيتي. وأن أكون كريما لا يعني أنني سأسمح لك أن تستغلني، وأن أكون طيبا لا يعني أني أهبل أو بلا عقل، أن أكون متغاضيا لا يعني أنني لا أرى وأسمع وأفهم. لا تحاول استغلال مزاياي الحسنة حتى لا ترى مني ما لم تقبله على نفسك.